واحنا معانا واحد من الناس حبايبك ديت، لما عرف انت موجود معانا بعت لك رسالة. رسالة؟ رسالة. طيب. أخوة قديمة جدا، وأنا بفخر بيها. يعني أنا بعتبره يعني رفيق عمري في الملاعب، يعني طبعا هو في الملعب وأنا في الضغط الرياضي. فطبعا احنا تقريبا من جيل واحد، انا اكبر منه شويه بس احنا من جيل واحد. فعلاء نبيل نعم الاخ والصديق يعني بشكل كبير، وقريب مني جدا. انا طبعا ليا صداقات مع اجيال كثيره من اللاعبين، بس يعني صدرتهم من كابتن علاء نبيل. ده من الناحيه الشخصيه انا بشوفه صاحب صاحبه، انسان مميز جدا في علاقاته مع الاخرين، كلاعب كمدرب، حتى في فترة تاج الإدارة كان برضو ناجح جدا. أنا رأس تحركاته كلها. أنا بشوف إن علاء نبيل إنسان من ناحية الشخصية جيد جدا ومميز جدا، ومن ناحية العملية يعني أنا بشوف الوريث الشرعي لكابتن الراحل محمود الجوهري، لانه اشتغل معاه كتير. فعلا صوره مصغره من الجنرال محمود الجوهري، وده بيديله قيمه تدريبيه هو ما خدهاش في رايي حتى الان، رغم انه تولى تدريب المقاولين العرب ومسك قطاع الناشئين في المقاولين العرب وموجود حاليا في نادي زد. فهو يعني ايوه مناصب جيده، بس يعني ما خدش حقه المناسب في مثلا تدريب المنتخبات، رغم عنده خبرات عاليه جدا في تدريب المنتخبات واداره المنتخبات. دي مهارات اكتسبها من الكابتن جوهري رحمه الله عليه، وانا مش عارف ليه هو حظه قليل في الحته دي. ربما يعني الفتره الجايه، انا راسي كده انباء عنه هو هيمسك المدير الفني لاتحاد الكوره المصري، ودي ربما تكون علامة أو خطوة يعني مستحقة لعلاء نبيل إن شاء الله. وهو عنده فكر عالي جدا، أنا قريب منه إلى حد كبير، أقدر أقول لك إنه عنده فكر تنظيمي إحنا محتاجينه في اتحاد الكورة ومنتخبات الناشئين. إحنا بنتكلم دايما عن المنتخب الأول، وموسمين عن المنتخب الأولمبي لما يبقى فيه أولمبياد وناس، هي حاجة اسمها منتخبات الناشئين. وربما يكون عنده في فكره، انا راصد عنده فكره ومنظومه جيده جدا. نتمنى اتحاد الكره يستفيد منها، لان الاخ فنجاده اللي كان موجود ورحل رحمه الله عليه يعني ما رصدناش منه. هتقول ايه لو ابو السام؟ والله انسان جميل. انا ما اعرفش مين اللي كان اللي هو اللي هيتكلم، قلت لك من الناس اللي طبعا عاشر من وانا بلعب، من وانا مدرب ماسك المسا، جرت المسا. انسان جميل. كتب عليك مانشيت مره؟ نعم. ما كتبش مانشيتات عليك؟ لا لا خالص. لا لا ما لا يعني اكيد، بس انا مش متذكر قوي، لكن اكيد طبعا كتب. لكن هو من الناس اللي هو صادق في كلامه، ملوش ميول ليضرب في ده عشان ده وش، لا لا، من الناس بيقول اللي قدامه. بيقول اللي قدامه، يعني انسان جميل جدا. وفعلا يعني فكرني بقى بايام كان ايام الكابتن جوهري، كان يجي ويقعد معانا وكان يقعد يتكلم مع كابتن جوهري ويساله. كابتن جوهري كان ده هو شاطر قوي كمان سامي. كابتن جوهري يعني يقعد يتعب، كابتن جوهري كان بيدخن، يجيب بقى ويقعد مع الاستاذ سامي ويقعدوا يتكلموا ونعمل كذا وايه راي كابتن في كذا ونعمل ويقنعه، واخد بالك؟ فكان من الناس اللي كابتن جوهري حاليا كان بيسرح لها. وانا حبيته اكتر لما كابتن جوهري حبيته.